بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما، وهو انقطاع الاتصالات الأرضية أو حتمية انقطاع الاتصالات الأرضية، وذلك في سنة الوصول، وشرح لآلية كيف ستتوقف الاتصالات على الأرض. وقبل الدخول في التفاصيل، المرجو من الجميع من يشاهد هذا الفيديو الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة ودعما لقناتنا، وكذلك للمشاهدين الجدد المرجو منكم من مشاركة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديوهات، فإن اليوتيوب تعيق مثل هذه القنوات الهادفة، وجزاكم الله عنا خيرا. لنتحول الآن إلى الموضوع، توقف الاتصالات في الأرض. فمن المعلوم أن الأقمار الاصطناعية التي تطلق عبر الفضاء لأغراض الاتصالات تتموضع في طبقة اسمها الإكنوسفير، وبمكان يتناسب ما بين جاذبية الأرض والقمر، وتدفع بقوة دفع تتناسب كسرعة ابتدائية مع تسارع الأرض. فالأقمار إذن نقطة حركية تابعة لمحور العطالة الأرضية، فعندما تتوجه عندما تضع توجه الصحن اللاقط نحو أي قمر اصطناعي فهي تبقى ثابتة، ويمكننا أن نلتقط إشارتها إذا حققنا القطبية المناسبة ما بين الإبرة أو العدسة التي توضع كمحرق للصحن اللاقط أو كقطب مستقبل، والقطب المرسل للقمر الاصطناعي باعتباره عاكس لتلك الإشارة. وما دام التسارع الأرضي ثابت، فالجمل الخاضعة له ومن ضمنها الأقمار الاصطناعية تكون ثابتة أيضا. لكن ماذا لو اختل التسارع الأرضي أو بدأت الخسارة الوقتية لمحور الدوران؟ ستكون محققة عند الإطباق المحكم للمؤثر الكهرومغناطيسي الخارجي الذي سيعمل على كبح التسارع الأرضي، وبالتالي سيترتب عن هذا الأمر تفريغ للطاقة الكامنة وتحولها لطاقة حركية بشكل سريع ومدمر، وتخلخل في قيم الضغط الجوي والحقل الكهرومغناطيسي الذي سيصل لحد الانهيار التام، وبالتالي ضياع الأقمار الاصطناعية وانقطاع الاتصالات وضياعها في الفضاء. وهذا ما سنراه في سنة الوصول، ولا بد منه. بتوقف الأرض ستضيع الأقمار الاصطناعية، هذه لا جدال بها. هذا ما سنراه كما قلت تحديدا في سنة الوصول. لكن ما يحدث الآن في وقتنا الحالي عند الإطباق الشديد بالنسبة للاتصالات هو تكسر لطول الموجة أو موجة البث الإذاعي والتلفزيوني، وبالتالي انخفاض في جودة الإشارة وحصول تشويش، وهذا التشويش ينقضي بزوال السبب وانتهاء تلك النبضة. إن طول موجة البث الإذاعي والتلفزيوني فهي مغايرة للبث لموجة الاتصال، فطول الموجة أو موجة البث الإذاعي والتلفزيوني كبير وتواتره الجيبي واسع، لذلك يتأثر بسرعة بأي حقل كهرومغناطيسي معيق. لكن طول الموجة أو موجة الاتصالات الخلوية مثلا الهواتف الخلوية تعتبر أقصر،
وتواترها أكبر، لذلك تشويشها أقل، وكلما صغر طول الموجة زاد تواترها الجيبي وقل تشويشها حتى لو تعرضت لنبضات كهرومغناطيسية. وهذا ما يتبعونه الآن في خلق نظام الـ HD أو الـ HD عالي الجودة أو البث الرقمي، البث الرقمي الـ HD. نستنتج مما سبق أن الانقطاع أو انقطاع الاتصالات وتوقف التكنولوجيا الحالية مرهون بزيادة الإطباق الكهرومغناطيسي على الأرض بشكل عام، وليكون هناك حلا لعودة الاتصالات بعد الحضيض الأرضي وخروج الأرض من الديل البلازمي إلا بعد عودة دوران الأرض أو الدوران المحوري للأرض، وقد سبق وشرحته من قبل بما يسمى بالتوازن الهيدروستاتيكي. وبالتالي بداية ولادة الحقل الأيوني للأرض الذي سيعمل كعاكس بديل عن الأقمار الاصطناعية، وهذا باختصار وتبسيط شديد آلية توقف الاتصالات الأرضية عند سنة الوصول، والله أعلى وأعلم، وله الأمر من قبل ومن بعد. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.